اتكلمنا مع حضراتكم كتير قبل كده انه في مجموعه كده من المؤشرات الاقتصاديه لما بيبقى فيها تحرك سواء للاعلى او يعني بتكون اكتر او اقل بتكون مهمه جدا ان احنا نركز فيها، زي مثلا معدل النمو. ايه معدل النمو بمنتهى البساطه؟ معدل النمو الاقتصادي ببساطه شديده جدا هو قدره الدوله على الانتاجيه، قدره الدوله على الانتاج. ده بيتقاس ازاي المعدل ده؟ ايضا ببساطه شديده جدا بتشوف اجمالي الناتج القومي ليك في السنه الحاليه وتقارنه بنسبه لاجمالي السنه الاجمالي الناتج القومي للعام الماضي. الفرق ده هو ده معدل النمو عندك. معدل النمو ده بيبقى جاي نتيجه حاجات كتيره، يعني لما بيزيد او بيقل في مجموعه كبيره من العوامل اللي بتاثر على معدل النمو. زي ايه برضو بمنتهى البساطه؟ زي مثلا البنيه التحتيه اللي عندك في الدوله، قد ايه انت مهتم بتظبيطها، الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز وما الى ذلك، زي المشروعات الصغيره والمتوسطه، زي جلب الاستثمارات، زي الاستثمار الاجنبي المباشر. يعني ايه استثمار اجنبي مباشر؟ يعني بيجي لك المستثمر بيدخل معاك شريك حتى لو بنسبه، بس بيكون ليه ايد في الانتاج اللي بيحصل. نفتح مصنع كبير او شركه كبيره او مشروع كبير يكون هو عامل فيه استثمار مباشر داخل بفلوس زائد جزء من الاداره او استثمارات غير مباشره. كل دي عوامل وغيرها طبعا كتير، كل دي عوامل ليها علاقه في النهايه بانتاجيه الدوله وبالتالي ليها علاقه بمعدل النمو. ده بس شرح بسيط كده بقول لحضراتكم ليه معدل النمو احد اهم المؤشرات اللي لازم تتابعها طول الوقت وتعرف انت واصل فيها لفين. البنك الدولي توقع انه معدل النمو في مصر يصل الى 5.8% في 2020، ورابط التوقع ده ببرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي مصر اوريدي بتطبقه. ده كان الاعلان ده جاء النهارده الخميس في مؤتمر صحفي لاطلاق تقرير المرصد الاقتصادي للشرق الاوسط وشمال افريقيا للكشف عن اخر المستجدات حول النمو الاقتصادي في العالم العربي. ايه بقى معنى ده وايه اهميه ده وفكره 5.8% 2020؟ هل ده كويس؟ هل ده لا قليل عايزين اكتر منه؟ تعالوا نفهم تفاصيل متخصصه اكتر في الاقتصاد من سياده النائب مدحت شريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الامن القومي وعضو اللجنه الاقتصاديه بالبرلمان. يا اهلا بحضرتك يا سياده النائب. طيب هنعود الاتصال مره اخرى بالنائب مدحت الشريف علشان نفهم منه اكتر تفاصيل، لانه الحقيقه مثلا البنك الدولي كان متوقع في تقرير المرصد الاقتصادي بتاع منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا اكتوبر 2017 انه معدل النمو يكون 4.5% عن السنه الماليه 2018 اللي احنا فيها، وانه يرتفع يبقى 5.3% في 2019، وانه معدل التضخم 14% هيبقى في العام المالي 2019 هيبقى 14%. فدي كلها تفاصيل عايزين نعرف هل تحققت نبوءات وتوقعات البنك الدولي وتوقعاته. هاتفيا سياده النائب مدحت الشريف، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذه رانيا. سياده النائب، البنك الدولي متوقع انه معدل النمو في مصر هيصل الى 5.8% 2020، وانا يمكن قبل ما ناخد حضرتك هاتفيا كنت اديت كده يعني نبذه سريعه عن مفهوم معدل النمو وقد ايه هو مرتبط بالانتاجيه اللي في الدوله. ما الذي يعنيه هذا التوقع من البنك الدولي، والى اي مدى قد نكون قريبين من تحقيق معدل النمو، وهل هو كافي ان احنا في 2020 نكون بنسجل 5.8% كمعدل نمو؟ المعدل النمو زي ما حضرتك اشرت يمكن اثناء الجزء اللي حضرتك شرحت فيه ده طبعا تعريف صحيح لمعدل النمو، بس لازم نقول ان حجم الانتاج الحقيقي هو الاساس في قياس معدل النمو، بمعنى ان في بعض الاحيان بيكون هناك على سبيل المثال ارتفاع في الاسعار او نسبه تضخم عاليه، فما يتحسب عليها معدل النمو فبيبقى معدل النمو غير حقيقي، هو معدل نمو ظاهري. فبالتالي المعدل النمو هو بالفعل يجب ان يكون نابع من انتاج حقيقي زي ما حضرتك اشرت في بدايه حديثك، وانا باكد على النقطه دي. النقطه الثانيه اعتقد ان 2020 لو معدل النمو الحالي احنا بنتحدث في حدود من 5 ل 6 من 10، قد يقل 1% او 1 من 10% او 2 من 10% او يزيد 1 من 10%، لكن 5.8 من 10 اعتقد هيبقى معدل بطيء. يعني هيبقى معدل ايه يا فندم؟
بطيء يعني بطيء. انا المفروض احنا نتطلع الى ما هو اكثر من 5.8 وده لازم يكون من انتاج حقيقي بالفعل. هناك حقيقة طبعا لازم نشير هنا النقطة، هو في توقع بان الازمات الاقتصادية المتكررة للاسواق الناشئة بتؤثر بشكل عام على دول العالم الثالث. عندنا مشكلة ثانية وهي صراع الاقطاب الاقتصادية العظمى في العالم، وده بتأثر زي ما احنا شايفين الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين، وايضا فرض رسوم من جانب واحد من الولايات المتحدة الامريكية مثلا على وارداتها من الالومنيوم ومن الصلب حتى بما فيها الواردة من اوروبا اللي هم حلفاء التقليديين، انتقادات مباشرة من رئيس ترامب مثلا لالمانيا لانها تستورد الغاز حتى الان من روسيا، كل الكلام ده بيؤثر بشكل عام على البورصات العالمية وعلى الاستثمار غير مباشر اللي بيستثمر في كثير من انحاء العالم. وفي نفس التوقيت عندنا مشكلة تانية وهو ارتفاع اسعار البترول زي ما بقول لحضرتك اللي تخطى 85 دولار. احنا يمكن في الموازنة بتاعتنا كان واصل لحوالي توقع الدولة انها في حدود 67 دولار للبرميل. اذا كل المعطيات دي بالتأكيد لها تأثيرات سلبية. الحمد لله مصر بشكل كبير امتصت كثير من هذه الصدمات خلال الفترة الماضية، ولكن هذه الصدمات ما انتهتش بالتأكيد. العالم لا زال هناك علاقل كثيرة، هناك اقتصاديات معرضة للانهيار زي ما حصل في الارجنتين. الارجنتين اللي بيستثمر دلوقتي في ادوات الدين بتاعتها، يعني علشان بس المشاهد يبقى فاهم، يعني اي مستثمر دولي يروح يشتري من عندها سندات خزانة تساند الدولة اللي هي بنسميها سندات او زنات خزانة سيادية ياخد فايدة 60%، ده نتيجة ان هناك هزات اقتصادية ضخمة، وكان المستثمرين ابتدوا يعني يعكفوا او بيهربوا من عملية الاستثمار هناك. ده الوقت الحالي ده خلى بشكل او باخر اموال كثيره من المستثمرين اللي هي الاموال الساخنه في فترات قصيره بتتحرك الهوت ماني اللي بيتم تداوله، الهوت ماني بالظبط، الاموال الساخنه دي. واحنا برضو نبنى من الحب جانب، يعني احنا كان عندنا رقم يقارب في حدود 8 مليار لغايه دلوقتي خرجوا من عندنا من بدايه العام وحتى الان، ولكن الحمد لله مصر بإذنها تتجاوب مع هذا الأمر. وفي نقطة تانية مهمة برضو لازم نحطها في اعتباراتنا، إن مصر برضو بتستخدم نفس الأدوات، ولكن هي كانت فرضة اللي هي أدوات الدين سندات وزنات الخزانة، وعملت أكثر من طرح حوالي 4 طرح لغاية دلوقتي خلال الشهر اللي فات تقريبا، والأربع طروحات اللي طرحتها كانت بتعرض الفايدة تمس 20%، يعني اقل بقليله من 20%، ولكنها لغتها نتيجه المستثمرين بيضربوا عايزين بينشدوا ارقام اعلى من هذه الفايده، لانهم شايفين تركيا بتدي 24%، الارجنتين بتدي 60%، لكن مصر فيها ميزه كبيره ان سعر العمله عندنا التذبذب فيه ما زادش عن 2% 2.5% حتى الان. اما هتشوفي مثلا في تركيا فقدت حوالي 60% من قيمه الليره التركيه امام الدولار خلال هذا العام. فبالتالي مصر نسبة الاستقرار خلتها برضو من الدول الناشئة لا تستطيع أن تجتذب الاستثمارات حتى الآن، ولكن ما بالتأكيد بتتأثر بالأسواق الناشئة وهناك أزمة في البورصة نفس الكلام. طيب سيادة النائب اسمح لي أعود إلى بداية كلام حضرتك لما ذكرت أنه بافتراض أنه إحنا حققنا معدل نمو 5.8% بعام 2020 فإنه ده معدل يعني أكثر من متواضع، وانه ما نطمح اليه حتى نحسن من وضعنا الاقتصادي ان يكون معدل النمو اكثر من ذلك. احنا عارفين انه عندنا مشروعات قوميه كبرى في مصر، ولكن ما زلنا بنعافر زي ما بنقول كده في يعني المشاريع اللي ليها علاقه باستثمار مباشر بمصانع، نفتح مصانع اكتر، قطاع الاعمال العام ما زال يعني المفروض ان الدوله بتكثف جهودها عشان تزق فيه، لكن لسه لغايه دلوقتي ما شفناش يعني حاجه على الارض. نقدر نعمل ايه يا سيادة النائب وبخبرة حضرتك الاقتصادية في هذا المجال، الخطوات اللي المفروض نعملها بشكل يعني سريع جدا حتى نستطيع ان نحقق معدل نمو اكبر من هذا المعدل المتوقع؟ بص حضرتك، الفترة اللي فاتت كان فيها بعض النقاط الايجابية بالفعل اللي تحسب للاقتصاد المصري والمنهجية اللي بتدار بها عملية الاقتصاد في بعض المجالات في مصر. بالتأكيد في مجال التشييد والبناء كان هناك طفرة كبيرة بالفعل، وده برضه مرصود من كافة المؤسسات الدولية اللي رافضة الأعمال أو النمو الاقتصادي في العالم، لأنك بتشغل القطاع الخاص، دخلت القطاع الخاص معاك في كل حاجة وبقى عندنا كل الناس في القطاع الخاص بتشتغل. بالظبط، وخليني أقول إن دائما النقطة دي مهمة عشان البعض دايما البعض بيلقي اللوم
ان يعني ايه لازمه ان احنا نبني هنا ونبني هنا. المشروعات كثيفه العماله هي الاهم في المراحل او البنيه الاساسيه، هي الاهم في مراحل الاقتصاد الاقتصادي اللي بتعاني منه دول. فعلا خلال السنوات الماضيه بالتاكيد من 2013 احنا كنا داخلين على حاله كساد اقتصادي صعبه، وبرنامج الاصلاح الاقتصادي كان بالتاكيد صعب، والحمد لله احنا خطينا اخذنا خطوات فيه جيده، ولكن في النهايه قدرنا نمتص كثير من الطاقات العاطله في الاسواق، ومن خلال شركات قطاع خاص وشركات بتعمل بشكل منتظم تقريبا في كافه اعمال التشييد والبناء. لكن احنا لا زال عندنا برضه، علشان برضه نقطه ايجابيه ثانيه، ان السياحه الحمد لله بتزيد، وربنا يحفظ مصر ان شاء الله يا رب. لان برضه التزايد السياحي هي افضل الصناعات اللي موجوده حاليا في مصر، هي صناعه السياحه اللي ممكن تحقق دخل من بكره طبعا. بكافه مقوماتها موجوده في مصر طبعا. اتمنى انها ان احنا كلنا ندعم هذا الامر، حكومه ومواطن، دي نقطه مهمه جدا. الفتره اللي المفروض ان احنا نهتم فيها هنا نهتم بالصناعات التحويليه. يمكن السيد الرئيس حتى اشار لإدارة التقارير الدوليه وضحت بوضوح شديد ان هناك قصور في دعم الصناعات التحويليه في هذا التوقيت. ما هي الصناعات المشاهد التحويليه يا سياده؟ بالظبط لسه انا هقول لحضرتك، المشاهد لازم يبقى فاهم يعني ايه الصناعات التحويليه. وانا كمان عايز افهم يا فندم. ايوه حاضر يا فندم حاضر. فهو الصناعات التحويليه بشكل عام هي ان انا باخد منتج خام وبحوله بضيف له خطوه خطوتين بحيث ان يوصل لمنتج مثلا نصف مصنع او صناعه كامله. الاساس في هذا الامر بيهمنا في ايه؟ بيهمنا ان انا بنمي القيمه المضافه في هذا المنتج، زي ما احنا بنسمع كده برنامج تعميق الصناعه. احنا محتاجين ان احنا نعمق الصناعه، احنا وارداتنا كتير، الميزان التجاري فيه خلل بالتاكيد، لان الواردات بتاعتنا اكتر بكتير من صادراتنا. مهم ان يبقى عندنا خطه لانتاج داخلي وتعميق صناعه حقيقي ودعم صناعات حقيقيه، انتاج محلي يا فندم، انتاج محلي. ايوه ده ما انا بقول، ما يبقاش حتى القلم اللي بنكتب بيه ده يعني حتى لو متقفل في مصر بس قطعه نفسها، قطعه غياره نفسها مستوردها من بره، مش بنتجها يا فندم. انا عايز اقول لحضرتك، ما هو انا اسف يعني في اللفظ، الخله بتاعت السنان اللي هي التوث بيك، بنس الشعر يا فندم، بنس الشعر. فانا بقول لحضرتك مش ده مش مقبول في المرحله دي، احنا محتاجين دعم صحيح. كامل خاصه صحيح. لكافه المشروعات الصغيره صحيح. متناهيه صحيح. الصغر ثم المتوسطه، لان هذه المشروعات هي طوق النجاه لمصر. احنا عندنا ما يفوق عن 90% من حجم المشروعات اللي موجوده عندنا في مصر من المشروعات الصغيره متناهيه الصغر ثم المتوسطه في القطاعين الرسمي والغير رسمي. احنا محتاجين ان احنا ندعم ده باسرع وقت ممكن طيب. وده مش هيتاتى من خلال جهاز زي جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره المتابع لوزاره من الوزارات، يجب ان يكون هذا الجهاز مستقلا يتبع رئاسه مجلس الوزراء ويكون ليه الدعم الكافي. احنا الدعم التمويلي لهذا الجهاز لا زال ضعيف حتى الان. في نفس التوقيت عمليه منح الرخص، تسهيل الاجراءات بتاعه الترخيص، عمل حضانات، لان ده امر مهم. انا لازم احط زي ما انا بجيب بالظبط حضرتك المستثمر الدولي الاجنبي احطه في حضانه فعلا. لما باجي اخده مثلا في الهيئه الاقتصاديه لتنميه قناه السويس، يتخضع لقانون خاص، القانون الخاص ده اللي احنا بنتكلم عليه قانون المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه. حضرتك هل تتخيلي ان احنا في قانون الاستثمار كان اقصى طموحنا ان ندي المستثمر كافة التصاريح والتراخيص بتاعته عشان يسيب المشروع بعد 60 يوم لحد اقصى. دلوقتي بقى في قد ايه يا فندم؟ لا ما هو ده القانون، ده قانون الاستثمار بعد مناقشتنا مع كافة الجهات. لا والتراخيص الصناعية دلوقتي بقى كام يوم؟ 3 ايام. لا التراخيص الصناعية دي مدة محدودة، ولكن برضه عايز اقول على ارض الواقع لا زالت غير ملموسة بالقدر الكافي. احنا لا زال عندنا عجز كبير في الاراضي المخصصة للجذب المشروعات الصناعية. لكن انا بحدد هنا نقطه ايه، ان في الهيئه الاقتصاديه لتنميه قناه السويس في ظل هذا القانون بياخد التراخيص بتاعته في حدود 5 يوم عمل. شايفه حضرتك الفرق قد ايه؟ طبعا اقصى طموح ليا في قانون الاستثمار ان انا ما يزيدش عن 60 يوم. اذا احنا محتاجين حضانه ايضا من خلال هذا الجهاز للمشروعات الصغيره متناهيه الصغر والمتوسطه. ان شاء الله يا فندم قريبا نناقش هذه التفاصيل وهذا الموضوع مع حضرتك. الصناعات التحويليه زي ما حضرتك شرحتها كده يعني بشكل مجمل بس في تفاصيل كويسه، ونناقش مع حضرتك ايضا الحضانات دي كمان كلها نقاط مهمه جدا. لانه انا بشكر حضرتك طبعا سياده النائب مدحت شريف، لانه
القوانين زي ما سيادة النائب شرح كده، يعني القوانين اللي احنا كنا بنتمنى واقصى طموحاتنا انه المستثمر ياخد تراخيصه وتصاريحه وحاجته في 60 يوم، النهارده دي كلها خلاص اتحققت وبقت موجوده، بس على الارض انا لسه عندي شويه عقبات، فاحنا عايزين بقى نفهم العقبات دي ايه ونتكلم فيها، عشان دي الحاجه اللي هتشجع اي مستثمر محلي. وكلمه مستثمر ده مش يعني مش بالضروره يكون حد معاه ملايين، يعني اي نوع استثمار، اي مشروع بفتحه لو ورشه بفتحها فيها 2 3 بيشتغلوا ده استثمار، طالما بشغل، طالما بدفع ضرايبي، طالما بشغل عماله عندي، ما كل ده دفع لعجله الانتاج، ولما ندفع عجله الانتاج تزيد الانتاجيه بتاعه الدوله وبالتالي يرتفع معدل النمو اللي هو في النهايه بيأثر عليا في كل الحاجات التانيه. فهي دي الفكره، انه هي كلها امور مرتبطه ببعض، لكن التفاصيل الاقتصاديه دي الحقيقه مهمه جدا ان احنا نكون متابعينها. صحيح اهل الاقتصاد يعني هم ادرى بالتفاصيل، لكن على الاقل نكون فاهمين كده من على الوش زي ما بيقولوا كيف تسير الامور الاقتصاديه في مصر. طيب،